في معتمدية جرجيس هذه صور غابة زيتون أبيدت فيها 90 شجرة بأكملها في اعتداء جديد وكارثة حقيقية تطال قلع أشجار الزيتون دون وجه حق من قبل مجموعة من الأشخاص يتعمدون قطع أشجار الزيتون للاستيلاء على مكوناتها وأخشابها لاستغلالها في أغراض شتى في جهات أخرى. صار هك تشوفها معناتها حواجز زيتون متمعشة منها أربع عائلات متمعشة منها، يدقدقوهم يهزوا القصاها الركبة من اللوطة ويهزوا 90 زيتونة. برشا مواطنين هني نضروا، الزيتين قاعدة تنقص كل عام. ما لحق هذه الغابة من أضرار متعددة واحدة من حالات عديدة متواترة في السنوات الأخيرة لقطع أشجار الزيتين دون رادع حقيقي لهذه الاعتداءات، ما خلف استياء المربين والفلاحين وغضبهم. طب السلطات المعنية باش تتدخل وباش تسمع صوتنا وتحل لنا المشكلة هذه وباش توقف هالنزيف هذايا اللي حل ب جرزيس وبالغابات نتاعها. في الطرقات تمشي في الطرقات هي. انت تمين سميات. ما يوقفك حد ندرى اشبح الكونترا اللي عندك اشبح الواحد. احنا كمندوبية منذ ان بلغنا الامر حاولنا نتحرك، تم ابلاغ النيابة العمومية من طرف مالك الزيتون، واحنا والموضوع الان بسد البحث ميدانيا من طرف المندوبية، وتم فتح محضر بحث من طرف الامن وبالتالي المحكمة الابتدائية بمدينة. نفس الوقت احنا ننصحوا وندعو فلاحتنا الى العناية اكثر والسعر اكثر على حراسة زيتينهم، لان المندوبية او غيرها ما يمكنهاش باش تحرس كل الاراضي الخواص وكل الغابة الخاصة. وبهذا ندعو اخواننا على الطرقات الامن والداخلي وكل قواتنا الامنيه بارك الله فيها مع المجهود اللي يبذلوا فيها، لكن نحاول في المده هذه نسلط الضوء اكثر على نقل جذوع الزيتين. وفي انتظار ما ستؤدي اليه الابحاث المجرات ومعرفه الحقيقه، ثروه مهدده بالاندثار والهلاك ما لم يتم وضع حد نهائي لهذه العمليات التي تستهدف قطع أشجار الزيتين في معتمدية جرجيس وفي مختلف مناطق ولاية مدنين.